Salam alaikum. Vidéo numéro 2. Charge et décharge d'un condensateur. N'abdéon à base d'un montage de charge et de décharge d'un condensateur. Manipulation. Chou ordina fil montage heda. Awal haja, un générateur de force électromotrice E. Un galvanomètre balistique. Un résistor de résistance R. Un condensateur. Et un commutateur. في المونتاج هذا باش ناخذ ان كوميتاتور في بلاصه الانتربتور على خاطر الكوميتاتور يساعدني اكثر نجم نحط الكوميتاتور في البوزيشن 1 وقت اللي نحب نعمل انتربريتاسيون للكا دو شارج كما نجم نبدلها للبوزيشن 2 وقت اللي نحب نعمل انتربريتاسيون للكا دو ديشارج باش نلاحظ اللي ليغوي دو غالفانومتر دوفي دون ان سونس بوي ريفيان ا سا بوزيشن انيسيال اش معنى الكلام هذا يعني اون فوا انا سكرت لو كوميتاتور لغوي دو غالفانومتر باش تمشي في السونس هذا في لحظه وترجع للبوزيشن انيسيال هنا نقولوا كونو لو كورون سي ان كورون تمبورير والا بيرمانون نعملوا انتربريتاسيون للكلام هذا لورسكو كان اون بوزيشن 1 اتي ايغال 0 سكوند معناها في اللحظه اللي تسكرت فيها الكوميتاتور في ام موان في ان ايغال او الاو سي إيجالا VA موان VB إيجالا 0 معناها VA و VB عندهم نفس الشارج إيجالا 0 دونك نقولو كونو لي دو زارماتور سون نوتر أتي سوبريور أ 0 باش نلاحظ إلي لي زيليكترون سو ديبلاس دو لارماتور أ فير لارماتور بي كيما هكا بالضبط لي زيليكترون هاذو اللي نيجاتيف برك باش يعملو ديبلاسمون من الأ فير لارماتور بي باش يجيو كلهم لهنا Donc VA باش تبقى شارجي بوزيتيفمون نقولوا اللي VA اوغمونت و VB باش يبقاو عليها كان لي شارج نيجاتيف من الاول باش تكون نوتر باش يزيدوها دي شارج نيجاتيف دونك VB ديمينو هذيك علاش نقولوا اللي VA اوغمونت VB ديمينو والكورون ديفيرون دو زيرو نفهموا مليح الفينومين هذا نشوفوا اون بتيت انيماسيون اون فوا نسكر لو كومنتاتور كا باش نلاحظ اللي لغوي دو غالفانومتر شونج سا بوزيسيون لي زيليكترون يبداو في الديبلاسمون تاعهم من لارماتور ا فير لارماتور بي لين في الاخر يبقى سور في ا كان لي شارج بوزيتيف دونك في ا اوغمونت في بي باش تاخذ لي شارج نيجاتيف الكل Donc VB diminue. Ou hakan khulu elli. Le condensateur est complètement chargé. Ou le décharge d'un condensateur. Et le montage, l'arde l'année elli me fait mettre générateur. Donc lorsqu'on met K en position 2, E égale 0 volts. L'aiguille de galvanomètre devient dans l'autre sens, puis revient à sa position initiale. Hene, dans l'autre sens, l'aiguille de galvanomètre va marcher hene. Fi lahza ou tarja la position initiale mtaha li hi la position 0. Interprétation. Lorsque K en position 2, l'armature B perd des électrons. A quels électrons li jew men l'armature A, hezom. باش يرجعوا لكلهم لبلاصتهم دونك في بي اوغمونت اي تون فير 0 في ا ديمينو اي تون فير 0 او سي ايغال في ا موان في بي ايغال 0 دونك لي دو ارماتور باش يرجعوا نوتر دونك هنا نقولوا كونو لو كوندونساتور اي توتالمون ديشارجي اي اي ايغال 0 دونك ما عادش فما كورون كوم كونكلوزيون لو كوندونساتور اي تان Composant électrique capable de stocker des charges électriques. يعني تخيل انت تليفون تشارجيه البطارية اللي كنعوضوها بالكوندونساتور في السيركوي هذا باش تخدم ان سارتان دوري دو طون ومن بعد باش تطيح شارج وترجع لزيرو نمشيو نعملو اون بتيت انيماسيون الور باش نلاحظو كونو لي زيليكترون باش يرجعو للبوزيسيون انيسيال نتاعهم ليغوي دو غالفانومتر بيان سور هاك عم ديفياسيون للسونس الثاني بشوي بشوي
VA diminue jusqu'à atteindre 0, VB augmente jusqu'à atteindre 0, donc le condensateur est totalement déchargé. هكا نكونوا كملنا مع بعضنا شارج اي ديشارج دان كوندونساتور. ما تنساوش باش تعملوا جيم للفيديو، بارتاجيوه مع اصحابكم وتابونيو في الشين لو كانكم ماكمش ابوني، ونتقابلوا مع بعضنا ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.